هذيك اليوم كنت بالشغل وصار معي انا حادث صغير. هو اخذني الصليب الاحمر صرت ابكي. قال لي شو بك؟ قلت له طفوا الصوت ما بقدر اسمعه، مع انه كانت حالتي انه بتستدعي دغري يطيروا على المستشفى، شيء بالقلب، دقات قلب عم بيعلى قلبي كثير وعم يرجع يقشط دغري. قلت له طفوا الصوت ماني قادر اسمع، بفرض دغري، لانه هي كانت تبعت لي فويسات بس تطلع مهمه. العذاب اللي عم تعذبه انا وكل اهالي الشهداء، منقول الله لا يدوقه لحدا، ونحن ما بعمرنا دعينا على حدا لانه من امن والمسامحه موجوده بديننا، بس انا من قلب محروق بقولك اجي البار اللي عمل بسحر هيك ورفقاته ان شاء الله بيشوفها بولاده. نحن بفوج الاطفاء هو بيتها الثاني لسحر، على طول كل ما نيجي لهون بنشم ريحتها فيه لانه كانت تحب هون اكثر من بيتها. من وقتها أربع أيام قلبت حياتي، كنت أسعد إنسان، صرت أتعس إنسان. صحيح الحياة بتكفي للأسف مثل ما كل العالم بتقول، ومكفيين عم نروح وبنيجي لأنه سحر هيك بده ياني قوي وكون مثل قبل، بس أنا مش عم بقى، أنا من جوا منه مبسوط يعني، قد ما أروح وإجي وأظهر وأسهر وأقول أنه أنا منيح. بالنهاية هي شايفة كل شيء، أنا بطلب منها تكون حدي، تكون ملاك الحارس، هي بالنهاية بالمحل اللي بيشبهها، وما تحط بطريقي غير العالم اللي بتشبهني. بتشبهها هي، مش تشبهني انا، تشبهها هي. بدي انا اليوم عيد ميلاد، انا اليوم بصير عمري 32 سنه. بدي اقول لي رفيقتي من امريكا، هي بالمستشفى، بتقول لي جيلو حلمتها لسحر مع اني ما بعرفها، انا ولا مره شايفتها لايف. قلت لها ايه؟ قالت لي كنت انا وياها بمنطقه بلبنان، بس نحن راكبين على موبيلات وعم نمشي بالمي، هي عم تسوق انا وراها. قام وقفت لي على باتيسيري قالت لها بليز انزلي جيبي لي كيك. نزلت جابت لها كيك. قالت لها انت شو بكي مريضه؟ قالت لها ما بعرف، ما في ولا حكيم عم بيعرف شو بني. قام بتقول لها انت ما بكي شيء، انت حتى قونه العذراء بتآمني صح انت شيعيه، بس انت بتآمني بالعذراء؟ قالت لها اكيد اكيد بآمن بالعذراء. قال لها بس تنزلي على لبنان اطلعي زوري سيده حريصه وانت ما بكي شيء حتصحي. قالت لها طيب والكيك شو بدك اعمل فيه؟ قالت لها الكيك مش لقلي، بدي اخده وبدي قصه لجيلي. هون اكيد بتاكد انه معي، مع انه انا ما كنت ضد انه حدا يقص لي جاتوه او يحتفل بعيد ميلادي. امبارح لاول مره قصوا لي جاتوه اهلي ورفقاتي، اكيد فرطت لانه هي اول عيد ميلاد بيعملوا لي اياه بغيابها هي، هي كانت تعمل لي الكرنفالات. بس هي هيك بدها وانا عم بعمل مثل ما هي بدها. اشتياقي لإلك تعدى لحدود الوصف. خليكي حدي، انت ما بدك صلاه، انت صلي لنا من فوق. ووقفيني على اجري لأكون قوي بس واقدر كفي مثل ما انت بدك. وتشيلي العالم البشع من حياتي. وكل حدا عم بيتنمر او يحكي طالع نازل شيلي من حياتي. لانه انت شايفه كل شيء وانت بتعرفي كل شيء. وما تجربي حدا من فوق. حلمتها ثلاث مرات يمكن. اخر حلم كان انه سحر اخر يوم بالدوره لها بفوج الاطفاء وبدها تتخرج. وانا بالخدمه بدقوا لي من فوج الاطفاء انه سحر صار معها اكسيدون بالشغل. بس لا انا بنزل ولا اهلها بينزلوا بنفس النهار، ما بعرف ليه. تاني يوم شوف امها، انا بقول لها رحت لعند سحوره بتقول لي، قلت لها شو متأذية؟ قالت لي اكلي ضربه قويه على راسها. قلت لها وين هي؟ قالت لي بمستشفى المشرق. انا ورايح على الطريق، كنت رايح بتاكسي على الطريق، بيجيني مسج من خالتها بتقول لي جيلو سحر منا منيحه، بي سترونج، خليك قوي. بوصل انا لهونيك، برجع بطلع من المستشفى بجيب بوكيه ورد، برجع بطلع على اساس اهلي واهلها مش تحت، لقيتهم طالعين قبلي على الطابق، وبيمشي عسكري حدي بلاقي هو اللي حامل بوكيه الورد. بطلع لفوق ما بعرف اي طابق، بوصل بدي فوت على غرفه تبع سحر، بس منها ما في باب يعني، هي كانت ريدو. شفت اهلي كلهم فاتوا، صرت انا عم بقول لهم انه ما تفوتوا ما تفوتوا بدي فاجئها. فاتوا كلهم، طلعت لقيت انه انا ما معي بوكيه الورد.
بتطلع لبعيد شي 100 متر بعيد عني العسكري حامل بوكيه الورد، بروح ركض لاخذها منه وبضيع الطابق وما بقى بعرف وين اوضه الصحراء. بس وعيت تعبان قد مني راكد لشوفها ملهوف يعني. كثير انقهرت وكثير بكيت يومها. ما بسامع ما بسامع. قلت لك برجع بقولها انه اللي صار فينا نحن ان شاء الله بيصير باولاده، لانه نحن اللي عم نعيشه هو محاسبه وهو موت هو وجع. انا بطلب من اللي من اللي من اللي من اللي سبب هيدا الانفجار او اللي كان معه خبر وما عمل شيء واللي فوت النترات ما ينحبس، يصير فيه مثلنا. هيدا هو العذاب. اكيد في عداله، ما نحن هاي اللي بنطلبه من الشعب، انه ما تفقدوا الامل، لانه نحن ما دام اخذنا العداله بتصير هيدي بتصير روتين اذا صار شيء بلبنان، مش من 30 سنه لليوم ولا شيء ولا حدث نعرف شو صار فيه. لا هيدا 4 آب ما لازم يكون هيك حدث من كل الاحداث، هيدا ثاني اكبر انفجار بالعالم. ما لازم نسكت، لانه انا خسرت خطيبتي هلا بكره يمكن انت تخسر خطيبتك، تخسر ابنك، تخسر امك، بيك، خيك. وما بنفقد الامل نحن. يمكن انا ما عم شارك، قلت لك بحكم شغلي عم بشتغل كذا شغله مش عم بقدر اكون موجود مع الشباب، بس لا الشباب على طول على الارض يعطيهم الف عافيه والامل ما بيروح. ونحن من كل ما نفقد الامل من شغله بنشوف طريقه ثانيه كرمال نرجع نفوت بقوه اكثر. كرمال هيك نحن هلا عم نشتغل على لجنه تقصي الحقائق من خلال المنظمات الدوليه اللي عم تساعدنا، دعما للقاضي بيطار ودعما للتحقيق والقضاء اللبناني. بحمل المسؤولية الأولى هي للقضاء اللبناني. القضاء اللبناني يلي وصلته مراسلات وكل شيء وكان عارف هو بقصة النترات وهو اللي أمر بتنزيلها. بحمل المسؤولية للقضاء لأنه عم بيضغطوا عليه سياسيا، لازم القضاء يكون مستقل، لازم يحكم هو بسيف الحق. نحن ما عم نطلب منه شيء إلا العدالة، لأنه إذا نحن اليوم ممكن بكرة يكونوا حدا من أولادهم. هلا التحقيقات واقفة لأنه المدعي عليهم عم بيعملوا طلبات رد وموقفينه للقاضي بيطار، بس القاضي بيطار قالنا إنه ما بيزيح هيدا الملف غير على قطع رقبته، نحن كلنا ثقة فيه. هدول إنه معروفين من 30 سنة لليوم، هدول همهم الكرسي لا همهم لا شعب ولا همهم شيء، هدول ما أنت بتعرفي إنه بيشوفوهم كل 4 سنين مرة، أنت شوفي حدا من اللي انتخبهم شايفوا شيء للنايب اللي انتخبوه؟ يا عاشة يا مليونين ليرة، لأنه شعب غير انه بينشرى وبينباع، شعب هو محتاج ما بينلام بالنهايه. خي بس قباض منه منتخب ضده. قباض منتخب بنفس الورقه بيضة. انا كبر قلبي بس فاتوا النواب التغييريين وحملوا صوره الشهداء. صوره الشهداء عملت لهم الرعب. وحتضل عملت لهم الرعب. كل حدا عنده زعيم لإله وشايفه منه مصدق وكل واحد بيقول يي انا هيدا اكيد ما خصه. طيب شي الانفجار 4 آب؟ انت مين مجوعك؟ عم تلاقي ربطة خبز؟ عم تقدر تتعلم؟ عم تقدر تروح وتجي؟ عم تقدر تعبي بنزين سيارتك؟ شو اللي 4 آب على جنب بس؟ كيف رجعت انتخبتون؟ نحن للاسف ببلد طائفة. ببلد نحن شعب بيكره بعضه وشعب بيشمت ببعضه. بدي اقول لهم الله لا يقيمكم شو ما صار فيكم قليل، لانه انتوا رجعتوا انتخبتوا مش نحن. انتوا اللي رجعتوا جبتوهم مش نحن. ونحن العداله بدنا ناخذها غصبا عنكم وعن زعمائكم. مع انه انا مع احترامي للكل عم بحكي مش كل المسيسين، مش كل المحزبين، انا عندي رفقه واصدقاء من الكل، وانا ببيت كل واحد موجود صوره سحر، ان كان من كل الاحزاب ومن كل الطوايف. بس انا عم بحكي بالشماتين اللي بيقولونا ما رح توصلوا لمحل وما رح توصلوا لنتيجة. انتبهوا يا جماعة، نزل نزل. لو منعرف مين اخذ سحر كنا شفناه عم بيتحاسب. فلحديت هلا ما في جواب. نحن كرمال هيك عم نسعى. ما بنحب ننزل على الطرقات نحن ولا نحمل صور ولا قطاع طرق ولا ننزل نكسر. نحن اللي عم نعمله هو كرمال نجيب حق سحر ورفقاته، وكرمال ما يصير في سحر ورفقاته مرة تانية و4 آب تاني.
كرمال يعني هيك بنطلب نحن من كل العالم انه بكره تكون مشاركه معنا هون، لانه اربع اب مش لجيلبير، مش لويليام، مش لدافيد ولا بيتر ولا كارل ولا انتونيلا ولا ماريا. هي الاربع اب حدث وطني له رهشته له رهبته. في 235 شهيد، في 6000 جريح، في 30000 مصاب، قد ما عضلك ما بخلص. مش نحن اللي تأذينا منه، بس كل لبنان تأذى منه. يلي بيقول انه هو ما تأذى من اربع اب بيكون واحد بلا ضمير، ان كان معنويا ولا جسديا ولا ماديا ولا اللي بدك اياه. ما في انسان ما انكسر ازاز سيارته. كرمال هيك بطلب العالم توقف معنا، لانه اللي عم نعمله نحن مش لنا، كرمال ما يتكرر. عدالة ربنا اقوى من كل شيء، اقوى من عدالة الارض. واذا ما هون اخذنا حقنا فوق هني حيحاسبهم ربنا. نحن اكيد ما في قلنا غير الصلاة. نحن كل يوم نصلي وكل يوم نطلب، كل يوم هالشيء صار مثل فرض علينا. لانه انا لك انا بآمن انه هني ما بدهم صلاة، هني قديسين. انا سحر عندي قديسي، كيف صلي لما شربل والعذراء ومالياس ويسوع؟ انا صلي لسحر. انا بطلب منها لسحر اكيد المساعدة تكشف، تساعدنا تحط ايدها بالموضوع. انا بوجه كلمة لكل اللبنانيين يكونوا معنا بكرة. هيدا بكرة نهار حداد، مش نهار فرصة لنروح نكذر فيه وننزل على البحر ونروح على المولاد. بوجه كلمة للبنانيين انه نحن وجعنا واحد. مش انا اذا خسرت سحر، يعني انا الموضوع بيعني لي بس، هذا موضوع بيعني كل اللبنانيين. بطلب من كل اللي بيحبنا واللي ما بيحبنا ينزل معنا بكره، لانه هذا نهار ما تاريخي لنقول للسلطه انه نحن ما نسينا اربع اب، ولا حننسى قبل تحقيق العداله، لانه السلطه عم تعمل المستحيل كرمال تنسينا اربع اب. ومتكله على همتنا انه بكره بيزقوا وبكره بيزقوا وبكره بيزقوا. بس كل واحد قلو خصة بالانفجار ما يجرب ينزل، معروفين يعني.